السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. نطل عليكم مجددا، وفي هذه الحلقة نذهب وإياكم إلى الجزائر، بلد المليون شهيد ومحطة شعراء المجد والفخار. في هذه الحلقة ضيفتنا عبر الإنترنت الشاعرة الدكتورة آمنة حزمون. أهلا وسهلا بك دكتورة، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا بك أخي مصطفى مطر، الشاعر المحترم، الأديب الخلوق، ولكل المستمعين دكتورة والمشاهدين. آمنة، يا حي الله بك من خلال هواء الرافدين وهذه المساحة المفضلة لكثيرين ضمن برنامج بيت القصيد. وقبل أن نذهب إلى الشعر ونقاش أدبي مفتوح، نريد منك أن تعرفين عن نفسك قليلا بحدود الدقيقتين، لك الكلمة ونحن نسمع، تفضلي دكتورة آمنة. أنا آمنة بنت الحسين حزمون، لطالما أفتخر باسم أبي، دائما أذكره. يعني تخصصي علمي، تحصلت على دكتوراه في الطب البشري من جامعة إسماعيل بالقاسم من قسنطينة عام 2017. بعدها تخصصت في طب المخ والأعصاب، وتحصلت على شهادة التخصص عام 2021. نعم. أم، لدي طفل اسمه آدم. أعيش في مدينة قسنطينة، مدينة ساحرة جميلة للغاية، يعني مدينة الجسور السبعة، وهي لا تخفى يعني عن الكثيرين، فهي معروفة. أحب الأدب، وأنا دائما أقول أنا محظوظة لأنني امرأة تكتب. لا أحب أن أسمي نفسي شاعرة، ولا أحب أن أطلق على نفسي اسم روائية، فأنا أحب أن أخوض في جميع فنون الأدب، فأنا مولعة بالأدب. ما شاء الله، نسأل الله لك التوفيق في مسيرتك الأدبية أم آدم، وأن يوفقك لتحقيق كل الأمنيات على مستوى الشعر وكذلك الرواية، وما تطمحين إلى خوض غماره من مجالات وأجناس الكتابة المختلفة. قبل أن نذهب إلى أولى القصائد دكتورة آمنة، حبذا لو يعني تخبريننا قليلا عن تجربتك كطبيبة وشاعرة، هل ثمة قواسم مشتركة بين تجربتك الإنسانية طبيبة والتجربة الشعورية ككاتبة؟ والله أنا قبل أن أكون طبيبة كتبت الشعر وكتبت الرواية. فعندما ولجت إلى المستشفى وكان لدي يعني تجربة مع المرضى، دخلت بقلبي شاعرة. يعني يا سلام. في البداية كان الأمر صعب جدا علي، يعني في البداية خصوصا مع جائحة كوفيد. يعني تخيل أنني ذات يوم في ليلة في مناوبة فقدت أكثر من 10 مرضى، يعني عدد هائل في ليلة واحدة. تخيل ماذا تفعل امرأة شاعرة في غرفة إنعاش في ساعة متأخرة من الليل، وهي تفقد الكثير من الناس الواحد تلو الآخر، ولا تستطيع أن تفعل شيء. الموقف كان صعبا جدا علي، ما أقصاه يعني موقف صعب جدا لن أنساه طيلة ما حياتي. هذه المواقف هي التي تجعل التجربة الشعرية أكثر صدقا، خصوصا أنها تلامس آلام وهموم وأوجاع الناس الذين ينتظرون من الشعر أن يكون لسان حالهم. لابد وأن مثل هذه المواقف هي التي تحرك ماء الشعر في نفسك دكتورة آمنة. صحيح صحيح، هو الشاعر أحيانا يحتاج إلى بعض الحزن ليكتب. يا الله. فالأفراح يا أخي مصطفى لا تصنع قصيدة مدهشة، وحده الحزن ووحدها الدموع تستطيع أن تحوك قصيدة هائلة. وحده الحزن ووحدها الدموع التي تستطيع أن تحوك قصيدة هائلة إلى هوائل القصائد وروائعها وأولاها في هذه الحلقة. خذينا إلى أولى القصائد التي تودين أن نسمعها منك، شاعرتنا من الجزائر الدكتورة آمنة حزمون، نريد أن نستمع إلى قصيدة، تفضلي. مواقيت للحب وأخرى للحياة، لم أمنح الريح أسرار البدايات، لم
أمنح الريح أسرار البدايات، ولم أبح لفضول الليل بالآتي. يا سلام. أنا الحقيقة، أنا الحقيقة لم تخدش ملامحها، ولم تداعب يدي صدر المجازات، ولم أكن ظل من ظلوا قصيدتهم، بل احترقت بناري كي أرى ذاتي. يا سلام. مددت كفي بيضاء بغير أذى، وجئت بالحب من أسمى المقامات. صليت في صومعات الضوء يصحبني صدق اليقين وإخلاص المناجات. قريبة، قريبة من جراح الناس، نائية عني بنفسي كموج في المحيطات. وهبت قلبي، لم أنظر لوجه غدي، الآن يومي وهذا الوقت ميقاتي. يا سلام. وقلت للضوء لما جاء معتذرا، وقلت للضوء لما جاء معتذرا، الليل يغفر أخطاء الصباحات. فافتح وريدك، فافتح وريدك، خذ نزفي وخذ عرقي، واكتب على جسدي شعر الفتوحات. أنا المحبة والمحبوبة انشطرت روحي لكي تتجلى في النهايات. وظل يحزنني حزن الذين مضوا ولم يقولوا وداعا للحبيبات. ولم يكن في مرايا الوقت متسع حتى يرى شاعر وجه الجميلات. يا سلام. ولست آخر من تمشي على خجل، فقد مشت خجلا خلفي جراحاتي. يا الله. أسررت للكون لا تجهر بصوت يدي لما تدق على باب الوداعات. حزينة هذه الأركان يملأها صدى الحنين وصوت اللامبالاة، صوت لطفل ينادي ظل سيدة، وصوت شيخ تلاشى في النداءات. يا الله يا الله. وعاشق، وعاشق طيف من يهوى يلاحقه فيغلق الباب في وجه الخيالات. أنا بعثت رمادا، كلما نسفوا روحي أعوذك عنقاء الحكايات. أعود في حلة بيضاء حاملة عطرا ووردا كأحلام الصبيات. أهديت قلبي للإنسان آمنة أن ينهي الحب أسباب الخلافات. يا سلام يا سلام، ما أجملها من قصيدة وما أجمله من حضور إنساني شاهق. دكتورة آمنة، وأنت شاعرة متميزة، وأخالفك بقولك إنك تحبين أو تفضلين أن تطلقي على نفسك مسمى روائية، فأنت شاعرة حقيقية مؤثرة وعاطفية إلى حد كبير. قريبة من جراح الناس، نائية عني، ما سر العلاقة بينك وبين هذه الحقيقة؟ اكشفي لنا تفاصيل هذه الحقيقة التي دونتها في قصيدتك قريبة من جراح الناس. والله قريبة من جراح الناس بحكم تخصص الطبي، فأنا دائما قريبة من الجرح الملموس ومن نعم. الجرح المعنوي. فأنا طبيبة مخ وأعصاب، يعني طبيبة جسد، طبيبة مخ، طبيبة مشاكل عضوية، وفي نفس الوقت أنا طبيبة مشاكل مثل الكآبة ومثل الحزن. ونائية عنك، أكيد، فنحن كلما لماذا قدمنا، وصفت ذاتك بالنائية عن ذاتها؟ نعم، فأنا كلما اقتربت من وجع الناس كلما شعرت أنني ابتعدت عن محور نفسي. فهو نوع من التقديم دون انتظار المقابل. يعني فنحن نفنى مثل الشمعة التي تذوب لأجل أن تضيء، وهذه حقيقة يعني، وليس مجازا يعني. دكتورة آمنة، يقال إن الطبيب يسعى إلى الوصول إلى جوهر السمو الإنساني، فكيف إن كان هذا الطبيب شاعرا ومشتغلا بشتى فنون الأدب عن فكرة السمو الإنساني ولزوم ووجوب حضور الإنسانية في ذاتك دائما وألا تنفصل عنك، وهذا الهاجس الذي يسيطر عليك؟ حدثينا عن هذه الفكرة وهذه
هذه المتلازمة معك قليلا، الرغبة بالسمو الإنساني؟ والله يا أخي مصطفى، ربما أخالفك في معنى الرغبة. تفضلي. أو نريد أن نصل إلى شيء، فهذا الأمر غير إرادي. نعم. فنحن لا نريد أن نصل، بل الوصول هو تلقائي. يا سلام. يعني وصول تلقائي فقط، هذا كل ما أستطيع أن أقوله. هو الوصول الذي يتحقق من تلقاء العمل الذي تقومين به دون أن يكون حاضرا برغبة وبوعي، إنما هو يكون نتيجة للبذل والجهد الذي تقومين به. أحسنت كثيرا دكتورة، لكن ما الجدوى من الشعر؟ يقول قائل عابر على قصيدة لآمنة حزمون أو قصائد كثيرين من الشعراء، ما الجدوى منكم أيها الشعراء؟ ما الذي تقدمونه؟ ما الفائدة في ظل هذا الواقع الصعب الذي نعيش به؟ ما جدوى الكلمات؟ والله يا أخي مصطفى، بصراحة نحن نحاول أن نضيف بعض الجمال في هذا العالم القبيح. أحسنت. بين قوسين، يعني ربما لا يفهم الناس العاديون ضرورة الشاعر أو وظيفة الشاعر في هذه الحياة، نعم، لكن وظيفته عظيمة. كلما ولد شاعر أو نبتت ورود جميلة واشتعلت شموس، وكلما رحل شاعر عن هذا العالم انطفأ نجم. يا سلام. وبكت فقول، يعني فالشاعر ضرورة مثله مثل الماء، يعني ومثل الهواء. الشعر ضرورة مثله مثل الماء ومثل الهواء، أحسنت بهذا الوصف المقنع لكثيرين وأنا منهم أكيد ولا شك في ذلك. إلى قصيدة جديدة خذينا الآن واقرأي علينا ما تحبين. تفضلي دكتورة آمنة. ما قالته الأرملة للريح، فؤادي هواء، أي صبر أحاول، فؤادي هواء أي صبر أحاول، وفي الركعة الأولى خيالك ماثل، وصليت لا أدري بأية صورة، تهجدت حتى ذكرتني النوافل، وأرسلت حرزي للسماء لعله يلاقيك، والأشواق طفل يخاتل. يا سلام. ويشبهني حزن الوجود جميعه، وتشبهني بعد الذبول السنابل، فكلي ضياع خائف من ضياعه، وبعضي حفيف أجلته المناجل. أطوف بروحي كي أراك فلا أرى، ويطفو على دمعي قتيل وقاتل، فقابيل لم ينكر دماء بكفه، وهابيل قربان لروح تقاتل، ولي دمعة العذراء تحرق خدها، لتنبت من ملح الجفون الخمائل، ولي حكمة البدر العجوز ونجمة تلخص سر الليل والليل طائل. يا الله. أبوح لهذه الريح بالوجع الذي تشربته منذ اقتفتني القبائل، فحواء لم تخذل وصايا لآدم، ولكن بعد العشق وحي مماثل. يا سلام. أحبك وجها للصباح وسجدة، وحد انتظار الموت حين يماطل، فديتك بالروض البهي بداخلي، يجول به ظبي وتجري أيائل، وأنت اختبار الكون في قلب الذي أتته من الغيب القصي الرسائل. يا سلام، ما ألطفها ولا أجملها من رسائل دكتورة آمنة. لا فض فوكي ولا عاش شانئوك، أطوف بروحي كي أراك ولا أرى، وينبت في كفي قتيل وقاتله. حدثينا عن لا. هذه الفكرة، أو أعيدي قراءة البيت كما تحبين، لا بأس.
أطوف بروحي كي أراك فلا أرى، ويطفو على دمعي قتيل وقاتل. ويطفو على دمعي قتيل وقاتل، ما سر هذه الصورة في نفسك؟ والله يا أخي مصطفى، أحيانا يكون القاتل والقتيل ضحيتين، نعم، ضحيتين ولا يفهم ذلك إلا الشاعر الكاتب بصفة عامة. وربما لا أقصد في قصيدة القتل بمعناه الملموس المادي، لا شك في هذا فقد نجرح إنسانا ونتسبب في موته فعلا. وقتله. سنعود فنحن إليك. نرجح الكفتين. أحسنتِ أحسنتِ دكتورة. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مرة أخرى نرحب بكم السادة المشاهدين الكرام أينما كنتم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من بيت القصيد، وضيفتنا عبر الإنترنت الشاعرة الدكتورة أمينة حزمون. أهلا وسهلا بك دكتورة مرة أخرى. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. الرسالة الذاتية التي تسعين إلى تحقيقها من أجل آمنة من وراء كتابة الشعر أو الرواية أو مختلف الفنون الإبداعية المكتوبة، حدثينا عن المأمول الذاتي الذي تبحثين عنه وتسعين إلى تحقيقه. والله دائما تطرح علي هذا السؤال، وحتى أكون صادقة معك أجد صعوبة في الإجابة عن السؤال. أنا لا أريد شيئا يا سيد مصطفى من الكتابة إلا أن أكتب. والله إني لا أجد سعادة لا أستطيع أن أصفها بكلمة أو بجمل طويلة عندما أكتب. فهو نوع من الاستقرار النفسي، نوع من السكينة أجدها في الكتابة ولا أجدها في موضع آخر. وحتى لا نكون أيضا كاذبين، كل كاتب وكل شاعر يطمح أن يخلد اسمه، يطمح أن يحصل على قاعدة جماهيرية أو نسبة من الشهرة، يعني حتى نكون موضوعيين يعني. ولكنني لا أجد نفسي في هذا المحور أدور، فأنا أحب أن أكتب، نعم، أن أكتب لنفسي وأن أجد السعادة في الكتابة فقط. جميل جدا. حاولي إن استطعت دكتورة آمنة أن تستريحي قليلا إلى الخلف لتبدو الصورة أجمل، وهي هكذا ولا شك في ذلك. الآن دعينا نتحدث أنا وأنت عن فكرة القيمة الواجب أن تظل حاضرة في القصيدة العربية. هناك من يقول إن شعر القضايا قد انتهى، قبل الحديث عن القيمة والقيم والأخلاق في الشعر، هل أنت مع فكرة أن القضايا أصبحت عبثا في الشعر أم أنها عصب الشعر؟ تفضلي أعطينا رأيك الخاص. والله أنا دائما أقول أن الشاعر الذي لا قضية له فلا شعر له ولا اسم له. يا سلام، يعني فشعر دون قضية، دون هناك أمران، هناك القضية وهناك المبدأ. نعم، هناك شاعر لديه قضية فيكتب، وربما يفني عمره في الكتابة في تلك القضية. وهناك شاعر ربما لا تشغله قضية واحدة ولكن تشغله الإنسانية بصفة عامة ولديه المبدأ. فالمبدأ هو الشيء المقدس الذي يملكه الشاعر، فإذا نعم. ذهب المبدأ سقط كل ذلك. المبدأ مهم جداً. أحسنت، المبدأ مهم جدا. مرة ثانية أذكرك بالارتياح أكثر بالجلسة، ونتحدث الآن عن فكرة القيم المفضلة لدى آمنة حزمون، والتي ترى نفسها لا شعوريا تكتبها في قصائدها عادة دون إقحام للوعي، وإنما باللاوعي ترى نفسها قد كتبت هذه القيم بنصوصها، سواء كانت شعرا أو نثرا أو رواية أو شيئا آخر. حدثينا عن القيم المفضلة لديك والتي تفضلين دائما أن تكون حاضرة في نتاجك الأدبي. والله هي أنا مؤمنة بالحب، كلمة حب كلمة جميلة جدا يعني. نعم، ولولا الحب
لولا الحب لانتحر العالم. فأنا أقدس هذه الكلمة وأكتب في شتى صروف الحب، الإنسانية، الحب، الجمال، الحياة، كل الأمور التي يحب أن يكتب فيها الشاعر السوي. ألا ترين أن الحب بحاجة إلى دعامة حتى يكون حاضرا وحقيقيا وراجحا في هذا الزمن، أم أن فكرة الحب وحدها تكفي؟ ألا يحتاج الحب إلى الصدق؟ أكيد، فالحب ليس الحب، الحب يحتاج إلى الحب مثل مثلا طبق، ويحتاج إلى التوابل. لا يمكن أن نأكل شيئا مثلا بدون ملح أو بدون، أحسنت. فالحب ضروري نضيف إليه التوابل، الصدق والوفاء، التفهم. الحب كلمة مثل المظلة التي يعني يستظل بها الكثير، يستظل بها الكثير من الأمور. يعني أحسنتِ الحب وحده كثيراً. ليس كافيا، ليس كافيا الحب وحده. الحب وحده ليس كافيا، وإنما نستطيع أن نكون صادقين فيه وأن نملأ الدنيا وفاء وعدلا إذا ما كنا صادقين بهذا الحب، وبالتالي يكون قادرا على يعني إعادة الصورة الجمالية لشكل العالم الذي يعاني للأسف الكثير في حاضرنا وواقعنا المعاصر. خذينا إلى قصيدة جديدة إذا أحببت، واقرأي علينا ما تشائين. تفضلي دكتورة، نحن معك. واحدة فقط. لا بأس. توسل على سلم الضوء، خذني إليك مجازا، إنني لغة. خذني إليك مجازا، إنني لغة. كلي خيال وهذا الكل تواق. خذني إذا كبر الحجاج وانصرفوا، واحتل صومعة النساك عشاق، وطاف آخر درويش بكعبته، وانسل من جبة الحلاج مشتاق. خذني فلن يدرك العراف وجهتنا، ولن تمد لوجه الغيب أحداق. خذني إليك إلى روض يزينه نهر ونخل ورمان ودراق. خذني إليك فهذه الأرض كافرة، والكفر بالحب يا مولاي إخفاق. أسير في غيهب المعنى مسافرة، زوادتي قلم بكر وأوراق، وحول قلبي موج يشتهي خجلي، فألبس الضوء كي لا تكشف الساق. شيدت صرحي فوق الغيم آمنة، شيدت صرحي فوق الغيم آمنة، وقلت للكون إن الحب إغداق، وقلت للعالم السفلي معذرة، فالبوح في حضرة العلوي إطراق. يا سلام. خذني إليك مجازا، إنني امرأة في صدرها الكوكب الدري خفاق. يا سلام، ما أجملها من قصيدة، أحسنت كثيرا دكتورة آمنة. هناك من يتساءل من جمهور متابعي الشعراء، يعني الجمهور الذي يتابع الشعراء، ويقول نسمع ونرى ونقرأ ونشاهد الكثير من النصوص العالية التي ربما لا تشبه أصحابها في كثير من الأحيان، عن فكرة وجوب أن يكون الشاعر يعني مشابها للأخلاق التي ينادي إليها، للقيم التي يكرسها في نصوصه، وأن لا يناقضها في حياته الاجتماعية والعامة. رأيك في هذه المسألة؟ والله أجمل الشعر أكتبه يا سيد مصطفى. لا نتحدث عن أجمل الشعر، أنا معك بفكرة المجاز، وأن الشعراء أحيانا يتركون لخيالهم يعني أن يشطح يمنة ويسرى، لكن أتحدث عن فكرة القيم، الأخلاق، الآداب الاجتماعية يعني البديهية الواجب توفرها في أي إنسان عادي، ثم نجدها مفقودة في
بعض شعراء مثلا بخلاف ما ينادون إليه بقصائدهم الكبيرة والعالية، ما سبب ذلك باعتقادك؟ نحن نتحدث بشكل عام بعيدا عن التسمية. والله الشاعر أو الكاتب بصفة عامة يكشف يعني من خلال تعاملك مع الشاعر. نعم. فنحن مثلا في عالم افتراضي على الفيسبوك، ولكن قد نلتقي في مهرجانات، في أمسيات شعرية، ونحتك بذلك الشاعر المبهر الذي أبهرنا من خلال نصوصه. ولكننا في واقع الأمر نكتشف أيضا الجانب المظلم من الشخصية، ولكن هذا لن يؤثر في شعره جميل. فهمتني يعني؟ أحسنت. يعني بالمنطق هناك شاعر يا سيد مصطفى مثلا هناك شاعر معروف بأنه شخص بين قوسين، حتى لا شخص مثلا يسعى في النميمة والفتنة مثلا والكذب مثلا، ولكن لا يمكنه أن يضع هذه الصفات في قصيدته، يجب أن ينمق وأن يحسن من نفسه وقصيدته. من غير المعقول أن الشاعر الذي لديه صفة سيئة يبوح بها في نصه، شيء غير معقول. أحسنت كثيرا. يقولون أيضا لا كرامة لشاعر في وطنه، أو لا كرامة لنبي في وطنه، ولكن من المؤكد أن الشاعر يكون دائما حريصا على أن يكون معروفا في بلده، يعني مقدرا في وطنه، يعني يقدم ويعني ينال ما يستحق بناء على جهده وأدبه وثقافته ومشروعه الذي يشتغل عليه. حدثينا قليلا عن صورة الجزائر التي تحبها آمنة حزمون الطبيبة قبل الشاعرة، عن الجزائر في عيني ابنتها، تفضلي. والله هي أنا دائما أشبه الوطن بالأم، رغم أنها كلمة مستهلكة. نعم. الكل استعمل هذا، أو بالشخص الذي نحب. فرغم ما يفعل ذلك الشخص من يجرحنا أو يفعل لنا أمورا يعني قاسية، ولكننا نظل على العهد ونظل نحبه بنفس الطريقة الأولى. فالوطن يظل وطنا، فالوطن الذي، ولكن في نفس الوقت الوطن هو ليس الوطن الذي ولدت فيه أو مسقط رأسك. الوطن هو مسقط القلب، فقد تحب وطنك وتحب وطنا آخر. فالوطن هو الذي يمنحك الكرامة والاحترام ويعطيك حقوقك. فغالبا ما نجد الإنسان يحتفظ بوطنه في جيب قلبه، ولكنه يضطر إلى العيش في وطن آخر فقط لأنه منحه الكرامة التي يستحقها. هذه الإجابة على خطورتها، إلا أن فيها من الحقيقة والحكمة ما ينبغي أن نتوقف عنده كثيرا، ولكن دعينا نكتفي بهذا ونطمع بقصيدة جديدة تقرأينها علينا شاعرتنا من الجزائر الدكتورة آمنة حزمون. تفضلي، نحن بشوق إلى جديدك من الشعر. تفضلي دكتور. لأنك تحدثت عن وطني الجزائر، فهي مناسبة لأن أقرأ بعض الأبيات من قصيدة طويلة. اقرأي ما تحبين، تفضلي. عن وطني. 60 عاما مذ تنفس صبحنا ضوءا، وضاع الليل في الفجوات، ومشت على درب الحنين صبية رغم انشغال الأرض بالعثرات. قالت لوجه الغين حولي إخوة في روحهم جبل من الحسرات. فاهطل سعيدا في الجهات، فكلنا عطش إلى نهر من الضحكات. وافتح نوافذك العلية بيننا حتى يجود الفجر بالنسمات. واقرأ تعاويذ الحياة على المدى وعلى ضفاف الحلم والعتبات. هذه بلاد الشمس سر غارق في أبحر التاريخ والفلوات. كالناسكات تزور قبلة قلبها وتطيل سجدتها مع الإخبات، أو مثل سيدة تمشط شعرها كالليل مسدولا على الشرفات. يا سلام. ورد تضوع في الجهات، وظله يختال في شغف إلى الميقات.
هذه جزائر التي من أجلها هطلت دموع بعد كل صلاة، ولأجلها هجرت عصافير الهوى وبكت قصائدنا مع النايات. 60 عاما يا حبيبة روحنا، والحاء تعرف لوعة الباءات. حب خرافي وفخر راسخ، ماذا رأت زرقاؤنا في الآت؟ رأت البلاد كأنها الضوء الذي ما زال يغري ومضت الدارات. ورست سفينتنا على جوديها، وبدت كأجمل أجمل الملكات. وتنزلت سحب الأمان على القرى، والطير يتلو صورة الصافات. يا رب عزا لا يضاهي شأنه، عزا وموفورا من الخيرات. وامنح سلامك للبلاد وأهلها كيما تزول سحائب الأزمات. 60 عاما كل عام صحوة، كالزيت يوقد هدأة المشكات. وحتما ستظل هذه المشكات ساطعة بفيض هذا الزيت الشعري المنتمي إلى تراب الجزائر الجميلة والكبيرة بأهلها. متواصلون معك دكتورة، ولكن لابد بعد هذه الوجبة الدسمة من العاطفة الصادقة لوطنك ولكل الوطن العربي الكبير. سنخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل أعزائنا المشاهدين، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر الإنترنت من الجزائر الشاعرة الطبيبة والإنسانة المنتمية إلى وجع أهلها دكتورة آمنة حزمون. دكتورة آمنة، وقبل الذهاب إلى الشعر وقبل المواصلة فيما يتعلق بحديث الشعر والشعراء، سأطرح عليك خمس مفردات أريد المعنى الذي يمثل آمنة حزمون بعيدا عن المعنى والتعريف المتداول والدارج لهذه المفردات. سماعة قياس الضغط وقلوب المرضى، إذا طلبت منك أن تعطيني رأيك أو تعريفا جديدا لها بحدود السطر، ماذا تقول آمنة؟ إنها صدى القلب وصوت كهوف الحب. والسماء؟ السماء مفردة ثانية، وصلنا إلى مفردة جديدة الآن. السماء ماذا تعني لك؟ كتاب مفتوح للغموض والجمال في آن واحد. عقارب الساعة؟ عمر يركض وتجاعيد تظهر عليه. الشمعة؟ الشمعة. حب ينتهي. حب ينتهي، لافتة جدا هذه العبارة. والكتاب؟ قلب مشرح. الكتاب قلب مشرح، هي إجابة من تلقاء نفس طبيبة، على ما يبدو أن الطب مسيطر حتى على إجاباتك الشعرية. أنت مقتنعة مؤمنة أن المهنة تفرض ذاتها أحيانا على النص الشعري، أم أن الشاعر يقحمها؟ والله هي لا تفرض بصراحة يعني، ولكن أحيانا نقحمها يعني. آخر مرة كتبت نص مسرحي فاضطررت أن أقحمها يعني لغرض أدبي، وكان النص جميلا في النهاية. ربما يخالفك في هذا كثيرون من الشعراء والأدباء أيضا، ويقولون إن المهنة تفرض ذاتها، تماما كما وصفت الشمعة قبل قليل، أو الكتاب وصفته بقلب مشرح. ويا لهول هذا القلب المشرح. نريد قصيدة جديدة الآن. قصيدة جديدة، تفضلي. أحب وجهك، فديت روحك لا تنأى ولا تدنو. فديت روحك لا تنأى ولا تدنو، وكن كما أنت حتى ينتهي الحزن. بعض الحنين غريب عن توقعنا، والبعض ليس له عطر ولا لون. يا سلام.
وأنت تعرف قلبي في تعبده، وحين يثمل بالأشواق أو يحنو، أنا أحبك، لكن لا تكن قدرا يخون حضني لما يبرد الحضن. أنا قرأتك مذ عقدين في فلكي، ولم يكن صدفة ما دون الكون. أنت انتصارات روحي، أنت انتصارات روحي، أنت حرب دمي، وأنت أطهر كحل أرضه الجفن. وأنت فيض دموع لم تجد وطنا في بيت شعر ولم تحفل بها العين. وأنت فرشاة ألوان التي رسمت وصلا سعيدا، ولكن خانها البين. أحب وجهك لكني أخاف يدي، لما تراوغ كي ترنو ولا ترنو. يا سلام يا سلام، ما أجملها من أبيات، أحسنت كثيرا دكتورة آمنة. الآن إلى حديث ربما يكون مختلفا قليلا عن فكرة الأثر الذي تطمح آمنة حزمون إلى تركه، سواء في حياتها أو بعد عمر طويل. كل منا يطمع إلى أثر ما يفضل أن يظل حاضرا بعده. كلميني عن صورة هذا الأثر، كيف تتخيلينه؟ كيف أتخيله أو كيف أريده؟ تفضلي، لا بأس. والله الخيال عندي مشوش، وكيف تريدينه فأنا إذن؟ شاهدت. دعينا لا من أنا شاهدت. الخيال وخذينا إلى ما تريدين. أنا ما أريد من تجربتي أو من كوني امرأة تكتب أن أترك نصوصا عندما يقرأها المرء يقول يا الله ما أجمله، فهذا يكفيني. فأنا عندما أفتح علبة رسائلي على تويتر أو في فيسبوك، يرسل لي القراء الذين قرأوا مثلا روايتي بكلمات جميلة، رسائل طيبة، يعني أشعر بدفء في قلبي. فهذا يكفيني أعتقد، أن يقرأ الناس ما أكتب بحب، وأن يتفاعل معها الناس ولو بعد عمر طويل. لست مستعجلة يعني. أحسنت كثيرا، ونسأل الله لك تمام الصحة والعافية وطول العمر أيضا دكتورة آمنة. حدثينا الآن عن فكرة الواجب الملقى على أكتاف الشعراء، على الشعراء واجب تجاه أوطانهم، تجاه مجتمعاتهم، من أجل بث روح الأمل في نفوس العامة والبسطاء من الناس فيما يكتبون. ألا ترين أن هناك يعني الكثير من الإغراق باليأس والقنوط والإحباط بالنصوص؟ ألا يستحق القراء العرب شيئا من الأمل في نصوصكم معشر الشعراء؟ تفضلي. والله لأنني كاتبة أمل، فربما لست الشخص المناسب الذي قد يرد على هذا السؤال، ولكنني سأقول لك. دافعي عما كتبت إذن. الكاتب يا أخي مصطفى هو تفضلي. يعكس نفسه ويعكس شعوره هو نفسه، فالإنسان السوداوي يستحيل أن يكتب نصا متفائلا، نعم. فهو يعكس نفسه، وربما الظروف السيئة هي القطرة التي أفاضت الكأس، أو هي الشعلة التي من شأنها إشعال الشمعة يعني. فهو ينتظر فقط الشيء الحزين ليبدي تشاؤمه وسوداويته المختلفة. أحسنتي فالأمل كثيرا، جميل والله. أحسنتي كثيرا. يقولون إن قصائد الشاعر أو نتاجاته الأدبية المختلفة تشبه في نفسه مكانة الأبناء. حدثينا عن مكانة نتاجاتك الأدبية في نفسك إذا ما قرنت بأبنائك، أليست هذه صورة من صور مبالغة الشعراء حينما يصفون قصائدهم بأبنائهم؟ لا لا لا، هي جملة مستهلكة يعني، استعملها الناس وتداولوها يعني، خلاص من المفروض يعني. الابن ابن والكتاب كتاب يعني، وربما هم يقصدون المكانة يعني، مكانة نعم. الكتاب من أنفسهم. أنا لم يسبق لي وأن سميت أحد منجزاتي بابني، نعم. ربما قطعة من قلبي مجاز، ولكن ابني لا. لدي ابن عزيز على قلبي ولا يمكن أن يقاسمه لفظ يعني في محبته. أحسنت كثيرا،
وأجدت بهذه الإجابة دكتورة أيما إجابة، فلا قصيدة تعادل قصائدنا الحية التي نراها يعني بين أيدينا تكبر وتزهر وينصلب عودها أمام أعين الأم والأب. أحسنت كثيرا، حفظ الله عليك آدمك وحفظ لك أباه وحفظ كل أحبابك ومحبيك وحفظ أولادك. نسأل الله لنا ولكم الحفاظ والرعاية التامة والسلامة. الآن وقبل أن نذهب إلى القصيدة الأخيرة دكتورة، رسالة منك إلى قصيدة لا تزال في طي الغيب من قصائدك، ماذا تقولين لها؟ أقول لها تأخري قليلا. يا سلام. لأن قدومك تأخري قليلا، لأن قدومك ربما سيطبط من عزيمتي وسأتوقف عن الكتابة. تأخري تأخري فلست مستعجلة. تأخري تأخري فلست مستعجلة، إجاباتك مختلفة عن كثير من الشعراء الذين قابلتهم، فأغلبهم كان يطالب أو يحث قصيدته الغائبة بأن تحث الخطى وتتعجل القدوم إليه، لكننا متسرعون الآن من أجل سماع قصيدتك الأخيرة، فالسماع ليس كالكتابة، وربما كانت متعة الاستماع خلفها ألم الكاتب وجرح القلم الذي يكتب فيه. تفضلي دكتورة إلى القصيدة التي تفضلينها مسكا لختام هذه الحلقة، وكلنا نستمع إليك. لا تقصص رؤياك علي، لأجلك أوقدت شمعا بقلب وأشعلت روحي ولم أحترق. تخيل معي كيف يبدو الصباح إذا غازلت مقلتاك الأفق، وكيف تصير القصيدة أنثى ملامحها فتنة من ورق، وكيف أسافر نحوك وحيا تشبث بالنجم بعد الغسق، وأفتح قلبي على دفتيه ليرحل تاريخ هذا القلق. أحبك غيمة عطر خفيف تضوع كالسحر بين الطرق. يا سلام. وأنت احتمال النجاة الوحيد، وأنت احتمال النجاة الوحيد إذا طوقتني أكف الغرق. أنا امرأة من جراح ودمع أنام على زند هذا الأرق. تزودت بالحب في جب خوفي وقلت أعوذ برب الفلق، ولم أمنع الريح عن نسف صوتي ولم أحجب الضوء عند النفق. أرى في مرايا السماء نزيفي وأسمع حشرجتي في الشفق. لماذا أضعنا الطريق وكنا نخاف من الحب أن نفترق؟ فلا تقصص الآن رؤياك، دعني فقد نام قلبي ولم يستفق. أحسنت أحسنت دكتورة آمنة، الشاعرة المتميزة والمتفوقة على ذاتها كثيرا والمبدعة حقا دكتورة آمنة حزمون من الجزائر. وقبل الختام، رسالة مودة إلى الشعر والشعراء، ماذا تحبين أن تقولي؟ أقول للشعراء أحبوا بعضكم بعضا، أتركوا خلافاتكم جانبا، وتذكروا أن القمة تتسع للجميع. وأقول للشعر شكرا لأنك منحتنا فرصة أخرى للحياة. وإلى الجزائر الذي تحبين، كلمة تسجل عليك وتبقى شاهدة على حبك الأبدي لهذا البلد الذي تنتمين إليه ونحبه جميعا، ماذا تقولين بحقه؟ أقول لوطني الحبيب الجزائر، كل القصائد عاجزة وكل القصائد عصية عن البوح، فأنت مكة الثوار وقبلة الأحرار، وكلمة الجزائر وحدها تكفي وتسقط جميع الألقاب عندما نذكر وطن الجزائر.
دام لك الوطن ودمت وطنا في وطنك ودمت وطنا لقصائدك الشاعرة الدكتورة آمنة حزمون. سررنا بك ووصلنا إلى الختام، ماذا تحبين أن تقولي في ختام هذه الحلقة؟ أقول شكرا جزيلا من القلب أخي وأستاذنا أيضا مصطفى مطر الشاعر الخلوق المحترم، تشرفنا بك كثيرا ونحن نعرفك منذ زمن بعيد بأنك إنسان محترم وشاعر لك. شكرا حقيقي لك دكتورة. لديه مبادئ يعني. شكرا لك، شكرا لطاقم البرنامج، لقناة الرافدين، لجميع المشاهدين، وشكرا لك. لجميع من يحب آمنة. سلمتي، ونرجو من الحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات الشيقة، وعساها تكون وجها لوجه يوما ما في استوديوهات الرافدين. شكرا لك دكتورة آمنة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الختام نشكر ضيفتنا من الجزائر الدكتورة آمنة حزمون الشاعرة المبدعة، ولكم كذلك على طيب الاستماع وجميل المشاهدة. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم دائما وأبدا. كونوا بسعادة وخير من الله. إلى اللقاء.